السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إن شاء الله دائما مساءاتكم مليئة بالفرح والجمال والأمل، ونسعد جدا في برنامج في الموعد نلتقيكم بعد انقطاع فترة من الزمن وعلى الهواء مباشرة. في الموعد دائما هو في الموعد من حيث الموضوعات والمضمون وكل ما يتعلق ب مجالات المواطن سواء كان في الشارع السوداني أو في حياته اليومية أو الأسرية. أسعد جداً ألتقيكم إن شاء الله اليوم السبت وبداية أسبوع إن شاء الله أخضر لكل المشاهدين الأكارم اللي بتابعونا من داخل السودان ومن خارج السودان. سعيد جداً اليوم في واحد من الموضوعات المهمة جداً نتناقشها على الهواء مباشرة، ونتكلم عن الإذاعة والتقديم الإذاعي وكل ما يصل المستمع عبر الإذاعة. والإذاعة يعني سحر الصوت، يعني خلق جمال وسحر معين من ناحية إبداعية، وده من خلال فقط صوت المقدم وفقط ما يقدمه المخرج والمنفذ للمتلقي، وتصل الصورة كاملة، وده كله من خلال فقط صوت. للإذاعة سحر جميل جدا بيعرفه كل اللي بيعمل فيه الإذاعة والحقل الإذاعي تحديدا، وبيعرف كل عاشق للراديو وأيضا للإذاعات بمختلف أشكاله ومسمياتها. اليوم حنتكلم عن الإذاعة بما فيها وعليها من خلال إذاعيين هم موجودين معنا داخل الأستوديو. سعيدة جدا أرحب بهم، الأستاذ عماد الدين الأنصاري مخرج بإذاعة بلادي، مرحبا بك كثير، مساء الخير عليك. مرحبا بك أستاذ رشا، مساء النور عليك وعلى كل مشاهدي قناة الشعوب الفضل. مرحبا بك كثير، برحب ايضا بالاستاذ اشرف محجوب مذيع ومقدم برامج بإذاعة سهرون، مرحبا بك. حبابك رشا رشيد، تحيه لك وتحيه لمتابعي قناه الشروق وعماد معنا، حبابكم كلكم. اهلا بكم كثير. يعني اسئله كثيره دائما بيقدموها الناس، اذا كان المذيع هو مذيع اذاعه وجه تلفزيون او مذيع تلفزيون ومشى الاذاعه. الان انا برحب بكم انتم معنا صورة وصوت، يعني ما خلف المايك يعني. فشوف المذيع أول حاجة يكون إحساسه كيف وتجهيزه عموما للهواء إذاعة وتلفزيون. طيب حسيت باختلاف يعني طبعا. اختلاف كبير طبعا يعني، ونتفق هو ما انحياز للإذاعة، لكن الإذاعة صعب يعني في العمل بتاع التقديم الإذاعي. أعتقد عندي تجربة صغيرونة كده في التلفزيون، لكن أعتقد إنه الصعوبة في انه انت من خلال الاذاعه ترسم وتنقل صوره وترسم لوحه وتنقل كل الحاجات دي للمستمع عبر صوته فقط. طيب زي ما ذكرت قبل شويه، الشاشه الان في ملامح، في عيون، في حركه ايدين، في ايماءات المشاهد في من خلالها. ايوه يعني المشاهد من خلالها كمان عنده قراءاته عشان أيوة يعني يضبط الكلام كمان أكيد مع الايماءات والحركه. اكيد اكيد, أكيد. يبقى الاصعب وين؟ هو يعني التجربة، ربما أنت طبعا خط التجارب الاثنين، فأنا في اعتقادي أنه التجربة الأصعب في الإذاعة لازلت يعني. الصورة التلفزيون ممكن من خلال الصورة تعكس كل حاجة، تكون أنت كمذيع مقدم للبرامج يعني صوت مصاحب، لكن كل واحد عنده سحر أجمل صحيح من الثاني. أيوة. ودي مدعة العمل الإعلامي صراحة. صحيح يعني صحيح. أغلب الناس بيستمتعوا بالعمل الإعلامي من خلال إن كان في الإذاعة أو في التلفزيون، حتى نص الصحافة الإعلام المقروء. صحيح. يعني كل واحد بيحس بمتعته لوحده يعني. نعم. أستاذ عماد، نفس المحور يعني، أنا رحبت بك الآن وأنت شاشة صورة وصوت، يعني ما زي لما تكون أنت مخرج وقاعد خلف الكواليس في الإذاعة، فأفضل لك إخراج برنامج تلفزيوني ولا إذاعي؟ والله يا أخي أنا ما جربت تلفزيوني تلفزيوني خالص. أنا هسا بختلف عن أشرف، لأنه أشرف يعني صوت أوكي بصوته، لكن هسا الإضافة بتاعت أشرف اللي هي الصورة، اللي هي أنا حاليا الإضافة بالنسبة لي صوت وصورة الاثنين. صحيح. أنا بتكلم لكن بتكلم بيديني. أيوة. ما قاعد أتكلم بخشمي، ففي لأول مرة أكون بتكلم بخشمي وفي صورة في نفس الوقت. خشمك ويدينك. لازم توصل كده لما نيجي يا رشا الزمن بتاع الإعلانات وأنت تكون رابط موضوع وأنت أيوة عارف أيوة يعني أيوة تسترسل وعاوز ما في صبر طبعا، أطلع فاصل وعندك حل. المذيع لازم يخلص وجهة نظره للنهاية، دون نقطة خلاف مش كده؟ أيوة. أستاذ أشرف، يعني عندك مستمعين وجمهور على امتداد أسير الإذاعة، ادينا بطاقة تعريفية عنك
بداية العمل الإذاعي من 200 واهتمامك به ودخولك له كمان لحد ما أصبحت أنت يعني أشرف المعروف. تمام. أنا أشرف محجوب علي أحمد. بعرف نفسي دائما بأنه أنا السيناريو المولد والهوى والنشأة. درست في جامعة النيل الأزرق في كلية الهندسة. ودرست برضو درست إعلام في جامعة سنار. بداياتي في العمل الإعلامي يعني من الدورات المدرسية بالضبط يعني. بعد ذاك زمن الجامعة جيت أكاديميا كمان. جيت بعد ذاك أكاديميا لأنه حبيت المجال جدا طبعا. بعد ذاك أبان دراستي في جامعة النيل الأزرق التحقت بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية النيل الأزرق. وأنا بحييهم من هنا كلهم. وأيضا يعني بحكم السكن وبحكم الانتماء المكاني للسنار برضو اشتغلت في هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية في السنار وأخذت فترة. وبعد ذلك جيت هنا خرطوم اشتغلت طوالي في ساهرون. يعني ساهرون في 2014 التحقت بساهرون الإذاعة. ساهرون عبرك أنا وعبر في الموعد بحيي كل منسوبي ساهرون الإذاعة وكل مستمعية في كل ولايات السودان وخارج السودان عبر التطبيقات المختلفة وغيره. فمن 2014 وحتى الآن الحمد لله 6 سنوات عمر ده. عمر. جميل. لقيت درست في الجامعة هو نفس الحاصل الآن في الإعلام ولا في اختلاف؟ والله في اختلاف صراحة. يعني في دراسة الإعلام بدوك تكنيك معين. لكن تجي تلقاه في الواقع ما في لو نفذت التكنيك دي بيحصل شنو اللي انت درستها في الجامعه؟ تصدقي ما حصل. جربت انه انفذ زي ما قال الكتاب. ما حصل. لانه ربما يكون كل زول عنده تقنيه خاصه به. ايوه يعني قد تفلح مثل هذه الاشياء في 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 التحرير الاخباري. في الاعداد البرامجي لانه قالب ما بتقدر تطلع منه. لكن في مجال التقديم سواء كان الاذاعي او التلفزيوني كل شخص بصمته. اي شخص لازم يخوض بصمته. فالهرم المقلوب والهرم المعتدل والتفاصيل بتاعت التحرير الاخباري دي قالب الناس ما ممكن تطلع منه. ربما باي حال من الاحوال ناس الاخبار. لكن مساله التقديم الاذاعي والتقديم التلفزيوني لو قلت تتقيد بحياه الكتاب ده حتكون انت بتغرد خارج. أيوة السر بمشكله. أيوة خارج السر. لكن كل شخص يعني اذا انتم 200 في الدفعه كل شخص بعد بيضع بصمته على الدراسه اللي هو درسها اكاديميا. واكيد 4 سنوات حتكون فيها المعلومات المهمه. صح. يعني هي كبيزمنت بالنسبه لك كاساس تستند عليه وتبني. صح. عليه بتكون بعد ذاك شخصيتك الإعلامية بتكون من خلالها حاجات كثيرة بحيث إنه المستمع ذاته أو المتلقي ما يميل لك. أيوة صحيح. طيب أستاذ عماد برضو نجي ونشوف بداياته ودخولك. هل فضلت العمل الإذاعي فقط والإخراج للعمل الإذاعي؟ يعني شنو كانت رغبتك من البداية وكيف قدرت تتصل بطاقة تعريفية؟ طيب. من النبل. طيب. أنا أول حاجة عماد محمد أحمد. من مواليد مدينة ود مدني. الأصل من غربي شندي منطقة اسمها الشبطاب. درست هندسة اتصالات. ما عندي علاقة بالإعلام خالص تماما. بدأت في ساهرون الإذاعة. لا كيف؟ طيب أنت مدرسة حي بعيدة من الإعلام. أيوة. كيف كان الدخول؟ أيوة بالتالي. كيف كان الدخول لها؟ الدخول لها كان عن طريق الخدمة الوطنية. تخرجت من الجامعة فبقت علي أنه دار أقضي الخدمة الوطنية. ولقيت لي طريق أنه أقضي الخدمة الوطنية في إذاعة ساهرون. فجيت ورقي وقدمتها للخدمة الوطنية والحمد لله شالوني. وقضيت معهم فترة بتاعت سنة في الخدمة الوطنية. فالسنة اللي قضيتها معهم كانت كفيلة جدا أن تحب العمل الإعلامي. مش أحب العمل الإعلامي. العمل الإعلامي يعني أنا تعلمته في خلال السنة دي. لكن كانت كفيلة بأنه تخليني أنا يعني متعلمه تماما. أيوة. ما في حاجة فايتة. لو ما حبيته ما حتتعلمه. يعني لو ما عندك الرغبة أنت السنة ما كنت حتتمها أصلا. طبعا. أيوة. طبعا يعني من أول يوم أنا جيت خاشي المفاتيح الكثيرة دي شنو بتجذبك الحاجة. أيوة. بقيت علي انه طبعا كنت شايف حاجه كثيره شديد والناس دي حافظه الحاجات دي كيف وكده. فمع الزمن شهر الاول شهر الثاني شهر الثالث حتى بعد ذاك بدات تتضح لي الرؤيه. فبقيت اقعد مع الناس حتى
بقعد يعني مرات اقوي مزول من الورديه بتاعته اقول لي هذا اللي اشتغلها انا كمان وانا خدمه وطنيه. ايوه فيعني الوقت ده كان عملت لك غلطه ولا حاجه ممكن مشكله ممكن ينهي لك الخدمه كله. فالحمد لله يعني ربنا وفقني واستمريت في الشغل وبعد ذاك مشينا بعد الخدمه وصلت ونسيت هندسه الاتصالات. والله يا اخي ما نسيتها خالص لكن يعني العمل الاعلامي صراحه جاذب كان جاذب بالنسبه لي. حبيت فكره المفكر في التلفزيون اخراج تلفزيوني ولا حب العمل الاذاعي اكثر؟ والله التلفزيون مفكر فيه لكن يعني هي نفس الازرار الكثيره دي نفس الفكره ما بعيد. لا هي مختلفه. أيوه. مختلفه في اختلاف شويه لانه في صوره انت لازم تبهر بها المشاهد طبعا, طبعاً. في اخراج متكامل فعليا يعني طبعا. عندي ان شاء الله الفكره فربنا يسهل ان شاء الله باذن الله. اذا تكلمنا عن مقومات المذيع الناجح اللي قريته في الكتاب مقومات المذيع الناجح من خلال خبرتك ووجودك في العمل الاذاعي الاعلامي يعني التواضع دوين في والمشترك مشترك. يعني دي نمره واحد. بعد ذاك الثقافه المفترض يكون ملم بها الشخص والتحضير. يعني مثلا الليله انا مستضيف رشا الرشيد مثلا لازم يكون عندي الفيدباك عن اشتغلت وين وغيره وغيره ما يعتمد بس على الشيء الموجود عندي بحيث انه حتى لو فتحت خط بتاع هاتف مع المستمعين اقدر انا اخذ وادي معهم. في حاجات كثيره يعني من الحاجات الاساسيه الاهتمام بالزمان والتقيد بالسياسة التحريريه بتاعت الاذاعه والقناه وما الى ذلك. المذيع هو اللي بيخرج كل الاشياء دي بشكل جميل يديها للمستمع. يعني الجهد بتاع الزملاء عماد بيجي فوق بس وبيشاكلك لكن المذيع هو اللي بيخرج جهدهم كله انت اللي بترجمه في شكل جميل صحيح. اما نال استحسان المشاهد والمستمع او العكس ويتمنى انه ما يحصل العكس طبعا ان شاء الله عشان كده. فبالضروره انه الـ يعني المذيع بالضرورة إنه يكون مسؤول. مسؤول. في مذيع ممكن يكون مثقف وحاضر ومحضر للحلقة وجاهز كل حاجة ولكن تلقى برضه ما في يعني انسجام بينه وبين المستمع أو انسجام بينه وبين المشاهد إذا كان شاشة أو بيكون في حلقة مفقودة مرات. بيكون في حلقة مفقودة وهنا الأفضل الطرفين ما بيقدروا يفسروا أيوة. لك مشكلة. هنا الأفضل إنه الواحد يعني يقعد مع نفسه برا ويسأل نفسه لأنه في أسئلة يا استاذ رشا ما اي زول بيقدر يجاوبها غيرك انت يعني مهما قعدت يعني هسه انا وعماد قريبين لبعض مهما كان ما بيقدر يعني يجاوب حاجات حقتي انا من جواي في مرات اشياء كده انت بتحس بيها داير اجابه لكن ما بيديك لاي زول حتى لو كان الناس عارفينها ممكن لاشياء كثيره يداروها عنك لغيره في حياه بتجاوبها انت على نفسك انت بتكون ادرى بها اللي هو ده التصالح مع النفس يعني أيوة. انت مصالح مع نفسك عارف حسنات عيوب غيري من التفاصيل ودي بتساعدك في عملك الاعلامي لانه صوتك بيفضحك صورتك أيوة. بتفضحك يعني فدي بتبقى الاشكاليه هنا. بعدين يعني في مقوله بيقول لك مجرد ما فتحت باب الاستوديو داخل كل مشاكلك كل همومك كل تفاصيلك كل حياتك خليها مع الباب بتاع الاستوديو وانت داخل خشيت الاستوديو سواء كان قدام الكاميرا او قدام الميكروفون في الاذاعه تكون حياتك دي خليها وراك برا. بعد خلصتها ومع السلامه وانت فاتح الباب شيل حياتك اللي حطيتها برا دي كلها رجعها مكانه وواصل عشان المستمع والمتلقي يعني ما عنده ذنب في تفاصيلك دي صح؟ صحيح. استاذ عماد يعني نفس المحور اللي تكلمنا عن 200 المخرج بيكون ناجح يعني كمان المتلقي بقى يعني حصيف جدا بيعرف وين الغلط وين المشكله يعني زمان قبل فتره اذا حصل اي خطا على الهواء مثلا الناس بتحاسب المقدم المذيع ولكن الان بقوا يعرفوا دور مهندس الصوت دور المخرج دور كل شخص فشو هي المقومات اللي بتخلي المخرج هو ناجح ويعني ماشي في طريق للامام. طيب اول حاجه من الحاجات المهمه ضبط الزمن بتاعك
ضحكت يا استاذ اشرف، انا ما عنده ضغط زمن ولا لا؟ قصصي معه كثيره بس ما عنده ضغط زمن ولا هو قبل شويه ما كان قال لك انه يعني في الاعلانات في ايوه انا ضبط الزمن بتاعي ده بحاول اخد له سكريب كامل. يعني الحلقه كم؟ بيجي المذيع بيضيع لك في ثانيه. الحلقه كلها كم؟ أيوة. ساعه ساعتين. دي لازم اول حاجه تكون انت عارفها عشان بعد ذاك تكون عارف الماده بتاعتك نوعها شنو. عشان توزع الماده بتاعتك ذاتها على الساعتين دي، زائد اعلاناتها، زائد اذا في مواجز في النص، زائد اذا في اذان صحيح بتاع مغرب او غيره. لازم انت الحياة دي كلها تكون خاطيها في بالك. الأذان كم؟ 3 دقائق، الإعلانات 5 دقائق، ما أعرف الغنية دارة تنزلها 7 دقائق. صحيح. لازم كلها، لأنك لو ما وزعتها ممكن يجي شخص كل شوية يفتح يسمع إعلانات. أيوة. يسمع إعلانات. أيوة. يشاهد إعلانات. لازم أنت طبعا توزعها. فلازم تكون موزعة صح بطريقة مناسبة. طبعا بالنسبة للإعلانات بالذات، الإعلانات ما بيقول لك يا أخي، ناس التسويق بيقول لك يا اخي احنا دايرينها في وقت معين ساعه كده. دي طبعا ما فيها طريقه انك تقدم ولا تاخر، فعشان كده دي دايما مشاكل بتكون مع اشرف في موضوع الاعلانات ده. اشرف بيكون مسترسل في حاجه عايز يتكلم فيها لسه، وانا بكون واقف له واطلع عليه اخلي اعلان الاعلان جاهز عليه. ف يعني المخرج اللي هو بيقدر يظبط زمنه تماما، ما يخلي الحلقه كلها غنى وما كلها كلام. صحيح. ما يخلي يعني في فراغات. الاذاعه ما زي التلفزيون، لانه التلفزيون الصوره الواحده ممكن تكون بألف كلمه. لكن الاذاعه السكوت فيها ثانيه مشكله. لازم تكون طوالي في حاله انها هي شغاله. فبالتالي بتعمل شنو يعني؟ بس هو ترتيب الزمن اللي انت ذكرته، ترتيب بتاع الزمن، واللي هي الماده بتاعتك ذاتها انت طبعا لازم تكون مراجعه. اللي هي الاعداد. أيوه. بتاع الحلقه، وتكون عارف انه المذيع اساسا خاش يتكلم في شنو بالضبط. والله المخرج تعبان يا اخي، حيعرف المذيع برضه عايز يقول في شنو. لازم تتابع التفاصيل. لازم مواقفك معه يعني، هو بعد ما يقول لك اطلع فاصل انت ممكن تسال سؤال ثاني، ولا انت بيكون اوريدي الكره في ملعب الضيف يعني؟ اغلب البرامج اللي اشتغلناها انا وعماد سوا هي برامج تفاعليه. ما بتقدر تختصر الناس. نادرا ما استضيفنا زول دخل الاستوديو صح؟ ما حصل. اي ما حصل. يعني بعدين لك تعال خطوه من عنده. ما في حل. فعماد وصل مرحله يعني من الحلقات القديمه اللي بنشتغلها، احنا دائما بنشتغل انه هو على الهواء. أيوة. من الحلقات القديمة بيقوم بيقطع. بيقطع، شفتي يعني مثلا عندي بيقطع شرط لازمة. مثلا رجعنا متواصلين مع كل المستمعين، أو مثلا أنا داير أختم الحلقة خلاص. أيوة. عماد بيمشي الحلقات القديمة ويكون مجهز حاجاته. أيوة. بحيث إنه شنو، أنا لو مسترسلت في الكلام وما أديته فرصة ما في زول ممكن يفكر فيها. وما أديته فرصة بيقوم طوالي بشيل الفيدر، يشيل كلامك ويقوم يدخل التسجيل اللي هناك، بدي الناس يحاكى. يكسر المايك بتاعك. أيوة. أنت يشيل المايك بتاعي. يكسر المايك طوالي يعني. أنا حرجع طبعا أديت الناس يعني، أديت مخرجين الإذاعات دي الفكرة. فبيكون مجهزة يعني. أيوة. وتلقيه كاتب أشرف 2 أشرف 3 هو. عارفها وحافظها. فدي دي واحدة لا من ده أشرف بس ولا كل الناس؟ يعني هو المتعبك شكله؟ والله هو أشرف متعبني شديد. أشرف بالذات كان متعبني شديد. لكن كل لون أنا عندي لون يعني بأسمائهم كل لون. أي يعني أنا بكون لما نجي خاش الاستوديو ده بكون واضح احتياطاتي تماما. أيوة. يعني جاهز. أي ما بخلي فرصة للمذيع تماما أنه يسرح بالكلام. صراحة دي فكرة ما حصل جات في بالي خالص أنه ممكن تتعب يعني فكرة. عندنا مرة واحدة من الحلقات في مساء ساهرون، برنامج بتاع منوعات. أيوة. كنت يعني قلت حاعد الحلقة أنا. فجاي من هناك مجهز نفسي إنه يشتغل شغل توثيقي ل يعني الأستاذ الراحل أحمد المصطفى. ومجهز تفاصيلي وحتى الأغاني وكلمات الأغاني وكتبها. أيوة. منه وغيره وغيره. ساعتين مساء. أيوة. ساهرون. وصلت أول المخرج كان عماد. قاعدين نتونس، قال لي ها المعيد منه، قلت له حاعد انا، عديت انا الحلقه. طيب حتتكلم عن شنو؟ لاحظي فاضل حاجه بتاعت 10 دقائق. أيوه. تفصيل تقريبا. والاغاني جاهزه يعني ما عداك. بس مساله بتاعت ترتيب بيني. أيوه. وبين عماد. فقلت له يا اخي عن اغنيات العميد. احمد المصطفى.
لا يشرف أغانيه ممنوعة. لا دي بس تفتح تونس مع المستمعين بس، ما عندك اي حل ولا تلغي الحلقة. فكانت قصة يعني ما لغينا الحلقة. أيوة. وطلعت حلقة كأجمل ما يكون. اتكلمت بدون غنى؟ لا اتكلمنا عن الأغنية. المدن المدن في الأغنية السودانية. جميل. تكلمنا عن أمدرمان، عن الخرطوم، سنار، بدون إعداد كده ارتجال. نتكلم عن المدينة. أيوة. بحكم انه يعني اغلب المدن دي زرناها الحمد لله. أيوة. في السودان. فعندك عنها المعلومات. أيوة. العشوة أهمسها
ترشيح ترشح سنة وطوي ولاني الهزيم والتاني بايض ويبتسم الدنيا يا ناس تنقسم الفرحة دملة وتزايرت فيها والشوق ارتسيم جديد مشاهدينا في كل مكان وكل التحايا لأي الفنانة الجميلة نسرين الهندي وواحد من الألحان استمعنا لها عبر برنامج في الموعد ومتواصلين احنا في حلقتنا وحديث عن الإذاعة والعمل الإذاعي وفن الرؤية عبر الأذن. عندنا كثير من المحاور المختلفة حابين نتكلم فيها مع ضيوفنا داخل الاستوديو أستاذ عماد الدين المخرج وأستاذ أشرف مذيع ومقدم برامج إذاعي. حنطلع لكن نستأذنكم فاصل قصير وحنرجع إن شاء الله نواصل محاورنا. في كل مكان نتواصل معكم في الموعد واليوم موضوع حلقتنا نتكلم عن العمل الإذاعي والجمال والسحر الموجود في الإذاعة والروح كمان الموجودة عند الموجودين خلف الكواليس مقدمين وأيضا مخرجين. سعيدة أرحب بكم مرة ثانية أستاذ عماد الدين المخرج وأستاذ أشرف مذيع مقدم برامج. إذا تكلمنا عن الحاصل الآن في الوضع العمل الإعلامي عموما في تعدد كبير للإذاعات، فأستاذ عماد يعني ده نقدر نقول إن هو دليل عافية أم ترهل؟ يعني زمان إذاعة واحدة بدأت تزيد إذاعتين ثلاثة أربعة، حاليا بأمانة أنا ما أعرف عددهم كم،
لكن كل محرك يعني 48 48 إذاعة حاجة زي خاصة خاصة اف ام يعني خاصة وهو 100 48 إذاعة فكلمنا الحاجة دي يعني في مصلحة المتلقي ولا العكس؟ والله يا هي من ناحية في مصلحة المتلقي ومن ناحية ثانية ممكن الناس تشوفها ترهل. هي في مصلحة المتلقي من ناحية أنه يا أخي الإذاعات بتتنافس عشان تقدم الأفضل عشان تجذب مستمعين. صح. أنت ما قدمت الأفضل تلقائيا حتقوم أبسط حاجة يعني أقلب منك صحيح. الموجة في ثانية يعني القاعد في الخلاء الراكب عربيته القاعد في بيتهم المرأة القاعدة في المطبخ شغالة يعني ديل إذا أنت أساسا ما جذبتهم مادة جميلة بكل بساطة بيجي بيقلب المؤشر منك لإذاعة ثانية أسهل من ريموت التلفزيون يعني كمان الإذاعة دي بالضبط كده دي بتخلق جو من التنافس عشان انت تكون مثبت المستمعين بتاع انك عندك فالجو من التنافس ده بخلي المادة دائما تكون افضل للمتلقي دي من ناحية انها دليل عافية من ناحية الترهل طبعا 48 محطة كثيرة انا طبعا 48 دي ما متاكد انها لكن تقريبا تقريبا كثيره جدا ما تعرف انت المحطه مثلا تصدق انها هي محطه اقتصاديه محطه بتاع صحه محطه بتاع منوعات بعدك بتلقاها شغاله كذا ايوه حاجه ثانيه يعني يكون اسمها حاجه وهي اسمها حاجه وفي مضمون ممكن تكون شغاله حاجه ثانيه دي بيجي للخرطة البرامجية اللي هي انت يعني عايز تملى 24 ساعة في اليوم وبأي طريقة عايز تنافس بقية بالضبط كده ويعني انت تخيل انه اليوم الواحد عندك فيه 24 ساعة بعدك عندك اسبوع يعني ما ممكن تتكلم فقط عن الاقتصاد او الرياضة ممكن تكون شوية فيها احداث ممكن تكون فيها احداث يعني لكن صعب انك في تخصص واحد تقدر تملى 24 ساعة بالضبط فدي دي في الناحيه دي ترهل يعني في الناحية انا كمستمع انا فاتح الاذاعه دي عايز اسمع حاجه معينه فبلقى برامج مختلفه ممكن تكون وجهه نظر استاذ اشرف شنو هي في ناحيتين الاذاعات المتخصصه ممكن تديك ناحيه ما بتديك لها اذاعه يعني ما متخصصه في شيء معين طيب انا داير اقوله الترهل هنا بيحصل في نواحي بتاعة التدريب إعداد المقدم أيوة إعداد المقدم بيكون متاح إنه ونسمع الحاجة دي يعني هو ما انتقاص من حق الزملاء بالتأكيد لكن قاعدين نسمع أخطاء كثيرة وبيكون ناتجة من إنه يا أخي أي زول ممكن يقوم يجي يقدم ودي حقيقة يعني ما ندفن راسنا في الرمل في المسألة دي يعني يعني ما بتحس انه دي غلطه لشخص اعلامي او مذيع فعليا او خريج للاعلام يعني خطا لشخص عادي ايوه يعني انت تعلمي عشان واحد يقعد قدام الشاشه او يقعد قدام الميكروفون مفترض يمر بخطوات عديده ومراحل كثيره بتاع التدريب لكن لما يكون في عدد كبير من الاذاعات بالتاكيد المنافسه حتكون اقل ما زي لما يكون عدد قليل دي ناحية الناحية الجيدة في الموضوع انه هذه الاذاعات الكثيرة المختلفة كل واحدة بتنظر من زاوية معينة من منظور معين يعني في زول بيعاين من هنا في زول بيعاين من هنا كل اذاعة بتعاين من منظور معين لموضوع معين ممكن هنا المتلقي يستفيد بحيث انه يكون جاته من كم ناحية وجهة نظر مختلفة لكن ممكن برضو يشتت المتلقي صح؟ يعني أنا حسمع شنو ولا شنو ولا شنو بتديه كل الآراء هو بعد ذلك ممكن براو يختار ويتابع يشوف الحاجة معينة. المقنعة وقريبة طيب العمل الإذاعي برضو خلي فيه أصدقاء يعني الحاجة اللي أنت ذكرتها دي أنا ممكن في موضوع معين مثلا الأيام دي كل الناس عايز تتكلم عنه مثلا اذا كان الرسوم المدارس اذا كانت مشكله مثلا فيضان النيل اذا كانت مشكله كذا موجوده في منطقه كذا موضوع معين بتلقى انه موجود مثلا في كذا اذاعه
بسمع راي مذيع معين في اذاعه معينه فبوجه انا صديقه للبرنامج. الحاجه دي هي اللي بتنمي، بيكون كل اذاعه عندها اصدقاء، حتى الشاشات البرامج اللي فيها تفاعل بتلقى انه في شخصيات معينه هي اللي بتتواصل. كلمنا عن اصدقائك انت في برنامجك اللي بتقدمه في الاذاعه. طيب في اسماء معينه طبعا بتكون هي معروفه. أيوة ومتردده. أيوة دائما صح. انا اتفق معك تماما يعني في حديثك اللي ذهبت له. البرنامج اللي انا ممكن اتكلم عنه، البرنامج اللي بيجمعني انا وعماد، كان في فتره عماد في ساهرون، ودي فرصه انه نحيي برضه زميلنا الصادق محمد اسماعيل المعيد. هو برنامج اسمه اشواق واول الليل. وما تزالين معنا وشنو؟ ظاهر. ده الساعة كم بيبدأ؟ الساعة 11 ولا 12؟ ده بيبدأ 9 بينتهي 12. فعلا هو الليل. فأسماء فعلا كل أسبوع، هو كان كل أسبوعين، هسه حاليا بقى كل أسبوع. أسماء يعني بيجوك باستمرار. بيجوك باستمرار، حتى اللي بيقول لك يا أخي والله الإذاعة عندنا الليلة قاطعة عشان المطرة، لكن ضابط الزمن بتاعي. ايوه. فدي فرصه انا احييهم كلهم، ما اقدر اذكر لي واحد اثنين. أيوة. وانسى الباقيين اكيد. لكن كل الاصدقاء يعني المداومين على الاذاعه واللي بيستمعوا للاذاعه وبيتواصلوا. وكل واحد يعني هم زي ما قلت انا وقلت انت قبل، يعني عندهم ثقافه عاليه جدا وعندهم ارتباط كانه خلاص الاذاعه دي حقتهم هم. بالضبط. ده الاحساس اللي بيدوك له. يعني حتى احساس ما مصطنع صراحه. احساس انت بتحس بمصداقيته من خلال حروفهم وهم بيتكلموا يعني. عشان كده يعني لزاما علينا انه نحن نحييهم والله. أيوة. نحن بنحييهم كلنا. بتكون طبعا اثناء الهواء بتقول اسم استاذ عماد كثير، المستمعين بيكونوا حافظوا اسمه برضه مش كده؟ عماد. ايوه. وين عماد الليله؟ دي اول حلقه لاشواق بعد بعد ما انتقل. آه. الاتصالات كلها كانوا بيسالوا عنه. وين عماد الليله؟ الارتباط والحنين اللي بربط المستمع بالاذاعه المعينه والبرنامج المعين والمقدم والمخرج المعينين، دي بتخلي المقدم نفسه والناس القائمين على البرنامج الاذاعي عندهم الدافع انه يقدموا الافضل، لانه متاكدين انه في اشخاص بعينهم بيستمعوا لهم ومنتظرين انهم يعني. طبعا بالنسبه للسؤال ده، قبل ما نحن نبدا برنامج اشواق واول الليل، يعني كان عندنا مستمعين معينين دائما بيخشوا معنا في البرامج الثانيه. سبحان الله، لما اول حلقه في اشواق واول الليل جونا كان مستمعين مختلفين تماما. ما كانوا قاعد يخشوا قبل كده. ما نازل نهار. فدي حاجة شجعتنا جدا انه نحن نواصل في البرنامج اكثر. في البداية زي ما ذكر اشرف كان حلقة كل اسبوعين، بعد ذاك بقى كل اسبوع حلقة. فبنحاول طبعا نجتهد فيها جدا، بنكون قاعدين بنعد في الاغاني، الفواصل الموسيقية من الساعة 7 يعني لحد الساعة 9 دي بنكون بس اعداد التشغيل. ايوه بنكون قاعدين نجهز بس الحاجات. ايوه. الصادق محمد اسماعيل الله يديه العافيه كان طوالي بيتواصل معي. انا الماده بتاعتي كده كده وحاول جهز لي على كل الاغنيه الفلانيه. كويس، دي حنكون محتاجين لها يعني. هو ذاته شغال مخرج معي. اصلا هو العمل تكاملي يعني. أيوة. لازم يكون في علاقه وارتباط. هل الحاجه دي ممكن تساعد اكثر في نجاح البرنامج؟ لو سمعت وجهه نظرك استاذ اشرف. هي بتساعد ولا ما شرط؟ ما خلاص المخرج بيقوم بعمله والمقدم بيقوم بعمله، في الاخير بتطلع النتيجه. عارفه يعني. في كيمياء. لو لمت الناس، المخرج والمذيع والمعد، لو لمتهم الكيمياء دي يعني بيطلع البرنامج هو ناجح من بدايته. يعني ما بينتظر انه ياخذ فترته الزمنيه المتعارف عليها عشان الناس تعمل دراسه احصائيه لنسبه نجاحه وعدد استماعه وما الى ذلك، المعادلات الكثيره دي. لما يكونوا الناس فاهمين بعض، يعني الحق يقال، انا مرات بكون شغال يعني بتكلم عن شيء معين او بقرا عن حاجه معينه او غيره. ففي اثناء ما انا شغال بقول يا اخي مثلا الاغنيه دي يعني الكلام ده بيتناسب معاه الاغنيه الفلانيه، لكن كيف انا اوري عماد؟ ايوه. فبلقى عماد منزله كثير كثير يعني مرت الحاجه اللي علي. ده جانب.
الجانب الثاني مساله انه انتوا اصحاب اصلا قبل ما تتلاقوا في الاذاعه ولا اتقابلتوا في الاذاعه بس؟ لانه الكيمياء دي ما سهله انها تظبط بين اثنين شغالين في العمل. ولا تلاقيتوا في الاذاعه بس؟ اتلاقينا في الاذاعه لكن بقت في كيمياء بالاستديو كده. عليك الله احكي الموقف اللي تلمينا فيه انا وانت اول يوم اتلاقينا. شكله متشاكلتوا. طبعا اول يوم اول يوم اتلاقينا انا كنت قاعد كان عماد جي قدامي. عماد جي قدامي قبل 2014. انا جيت 2014 بالذات لكن في بدايتها الصوره قاعد بتاعت شهرين كده حاجه زي دي. فانا قاعد في الاستديو مستني مذيع بتاع الاخبار. ايوه معلش يوم الجمعه ده طبعا يعني زي البرلوم في الجامعه ببرلموا بيوم الجمعه بحصاد الجمعه نشره الجمعه كان في الساعه 6 مساء بتخيل يعني. ايوه فانت لما تكون يا داب في الاذاعه ويدوك النشره الرئيسيه ما بتعاين انه يوم جمعه ولا يوم احد. هي بس النشره الرئيسيه والساعه 6 والزمن حار والزحمه وانت جاي وعربيتك ما عارف وماشي لاهلك في الحته الفلانيه. فانا كنت ماسك يوم الجمعه ده اليوم اللي تلاقي فانا كنت موجود في الاستديو وراجل مذيع حجيني عشان اشتغل الاخبار. بعد شويه جاء داخل اشرف محجوب وانا طبعا لا بعرفه ولا شفته قبل كده. جاء داخل طوالي وفتح باب الاستديو وخش وقعد. انا قلت له ها انت من يا اخوان؟ ولابس جلابيه وطاقيه. فانت كده مسافه قلت كده ما استعجل. ما سالني طبعا ما سالته خالص. لما باقي زي 5 دقائق للنشره قمت طلعت تليفوني لقيت للكبير المذيعين اللي هو مسؤول من المذيعين. قلت له مذيعك ده مين؟ هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له حتى شغال لك منه الليله؟ قال لي شغال لي واحد جديد كده اسمه اشرف. قلت له جديد؟ قال لي ترى طويل كده؟ قال لي اي. قلت له كويس تمام. قفلت التليفون. قلت له انت اشرف؟ قال لي انا اشرف. قلت له طيب ما تقول حاجه السلام عليكم اي حاجه بس تجي خاش كده تقعد. ومن هنا بدأت الانطلاقه. كويس وخير والسلام الياهو. بقيت في كيمياء بينكم. ايوه وجيت اتفقت في الشغل يعني كون انك تفكر انه في اغنيه مناسبه مع الموقف ده وهو ينزلها مباشره فدي كيمياء جميله بتضيف اكيد للحلقه يعني. اكيد اكيد اكيد. انا اتذكر مره كنت هي القصيده بتاعت يا بني اراح اقليه البن وئام تقريبا على ما اعتقد. فكنت يعني قلت المقطع ده وجواي قلت يا اخي لو سمعت قهوه منك بيكون اجمل براي من جواي. فمجرد ما انتهيت منها سمعت قهوه منك. دي واحده من الحياه اللي انا بتذكرها يعني. التيم ورك في الاذاعه وفي العمل الاعلامي عموما بيطلع محتوى ومضمون اجمل. يعني الناس بتجي يتناقش يعني هسه الايام دي ايام فيضان لا يعقل باي حال من الاحوال اقوم انا اجي اصر اقول يا جماعه لا نحن نقوم نشتغل يا اخي عن مساله تكاليف الزواج. ايوه حتى الحاجه لما نجي نتناولها بشخصياتنا وبافكارنا نحن التيم بتختلف لما اجي اشتغل انا براي. انت بتشاور حتى لو جيت بفكرتك دي ممكن هو المخرج والناس كتيم ورك بيقوموا بيتفاهموا في انه الصح شنو والمناسب شنو. صح. وباي حال من الاحوال النتيجه بتظهر للمتلقي. ايوه يعني بحس بيها هو حتى لو ذاته. عامل فيها انه مثلا الناس كميتها مظبوطه وهي اصلا ما مظبوطه بتظهر بتظهر في العمل الاعلامي لانه الاصطناع بيكون ظاهر فيها. يعني بتوصي انه لازم يكون في علاقه جيده ما بين المخرج ومقدم البرامج ده الافضل يعني في كل العمل المراحل الإعلامي. العمليه الاعلاميه مهمه. مرات الناس هاي ممكن ما تتفق لكن ده برضه لا ينقص من الجهد اللي بيقدم. لكن عشان يكون عمل مثالي متكامل الناس تكون متفاهمه مع بعض ويكون علاقتهم مع بعض جميله وتفاصيلهم اجمل مع بعض. نعم. احيانا المستمع خصوصا صديق البرنامج المعين او المذيع المعين يعني في مستمع مع مرور الوقت يتعامل معك كصديق وبعد كده فيكون عنده الرغبه والشغف الكبير انه عايز يشوف شكلك اربط الشكل بالصوت. في واحد من المستمعين صارحك بالحاجه دي او قابلك او يعني وضح لك الحاجه دي بالتليفون بتعاملوا معك صوت اذاعي فقط في حد العمل الاعلامي؟ اغلب المستمعين حاليا يعني انا قاعد القى نفسي في جروبات بتاعت مستمعي الاذاعه سايرون
فاغلبهم بيتعاملوا معي كانما هم بيعرفوني وتلاقينا فيس تو فيس، لكن يعني للاسف انه انا لقيتهم كلهم ما اظن يتعدوا اصابع اليد الواحده. كثيرين منهم انا اللي قاعد اتمنى انه اقوم الاقيهم، لانه لما نفتح مثلا في برنامج الصباح في شارع الصباح عندنا موضوع بنفتحه وبنتناقش فيه، بيدخلوا يا استاذ رشا مستمعين يعني تحس انه انت ده الكلام اللي انت داير توصله من قبل وما قادر توصله، فبتتمنى انه تقوم تلاقيهم، تتمنى انه تقوم تعرف الناس دي ذاتهم فكروا كيف، اشكالهم كيف، اعمارهم، تفاصيل كثيره. فربما يكون هم برضه عندهم نفس الحاجه ما صرحوا بيها، لكن انا لقيتهم في زول بيقول لي بالله يا اخي انت اشرف، والله انا كنت متوقعك يا اخي زول عجوز كده وزول كبير وبنائي. بيكون فعلا خدت له صوره في ذهنه عندها شكل معين، ودائما بربط الصوت يعني بيخلي صوتك انت باحساسك بتفاصيلك بتوصل الفكره. استاذ عماد، برنامج كان نفسك تقدمه مثلا في الاذاعه، يعني قادر اتخيل انت بتخرج كيف انت في يعني زي ما انت قلت بتكون مواكب مع المذيع، تفاصيل الفكره الموضوع، يعني ما المهم هي زرار انت بتعمله وتعمل الواجب اللي عليك وتمشي، لا عندك انتماء وفكره اعمق من فكره انك تخرج وتطلع تمشي البيت يعني. فشنو من البرامج اللي نفسك كانت تقدمه؟ شنو البرنامج اللي اخرجته وعزيز عليك جدا كان مرتبط به ولسه وجدانيا يعني؟ طيب برنامج يعني كفكره، اي برنامج يخدم، برنامج يكون خدمي، ده برنامج جميل جدا بيكون، سواء كان خدمي قانوني، سواء كان خدمي طبي، سواء كان خدمي تبع البيئة، يعني حاجة خدمية لكن عنده علاقة بمعاش المواطن، عنده علاقة بمعاش المواطنين، و مش يكون عبارة عن برنامج وخلاص، لازم يكون عنده واقعه في الشارع. ده طبعا ده من البرامج النفسية اشتغل عليها. اشتغلتها قبل كده ونفسك تواصل فيها ولا ما مرت عليك؟ والله اشتغلت برنامج طبي، اشتغلت برنامج قانوني. بتميل للبرامج دي. ايوه استاذ اشرف، شنو برنامج نفسك تقدمه؟ طبعا ملت للبرامج التفاعليه يعني اكثر، التفاعليه فيها صبغه المنوعات، عشان كده يعني البرامج اللي بيحتك مع المواطن بشكل مباشر دي البرامج اللي قاعد القى نفسي فيها حاليا. برضه خدميه ولا المهم انه في تفاعل؟ بغض النظر بغض النظر، هو بس يكون برنامج تفاعلي، خدوهات مع المسيرة، رغم انه طبعا بتحصل مرات كثيره على الهواء، لكن الواحد يعني ربما تسهم. شنو من المواقف المحرجه اللي ما قادر تنساها حصلت من الاتصالات يعني مع المستمعين؟ والله في موقف حصل ثاني حلقه لبرنامج اشواق واول الليل، شغالين بمزاج انا وعماد، بران الاذاعه قاعدين شغالين، خش علينا متصل عماد اشرف تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ساهرون؟ انا مرحب حبابك ساهرون الاذاعه، انت على الهواء، انا اشرف بحييك وعماد الانصاري. شايف عندكم ترشيح بتاع اغاني. هو عندنا فقره اسمها سباق الاغنيات. ايوه. قلت لايش؟ عندنا ثلاثه من الاغنيات، استاذ مصطفى سيد احمد، الاستاذ الراحل، والاستاذ محمد الامين، والاستاذ حمد الريح، اتذكر الثلاثه دي. ايوه. يعني بحيي الاستاذ محمد الامين والاستاذ حمد الريح والرحمه والمغفره للموسيقار مصطفى سيد احمد. فقال لي والله يا اخي انا شايف انه الكلام اللي غلطتوا بيسووا فيه كلام ما شرحت كلامنا على الهواء ده كلام عارف، وش جيب لنا حاجه يا اخي نستفيد منها، جيب لنا حاجه غيره وغيره. خلاك شرحت الشرح ده كله والاغاني هي واصل كلامه خليناه، ولما نكمل كلامه قلت له يا اخي والله وش انا بشكرك ايوه على مشاركتك، كونه انت تشيل سماعه تليفونك وتتصل، انا دي بعتبرها مشاركه ومتابع للبرنامج. كل أهم شخص حاجه السبب طبعا في كل شخص عنده رؤيته لازم تكون ثابت عشان تعرف ترد. قلت له كل شخص عنده رؤيته. ايوه. في غيرك وانا منهم، شايف انه نازل اسهمه في خارطه الاغنيه السودانيه. ايوه.
وانت شايف غير كده، ونحن بنتقبل رايك وبرضه نعتبره مشاركه. انا شاكر لك جدا، يعني انا ذاتي شاكر لكم. مو لسه هتقابلك كثير من المواقف طبعا، ما الانتماءات بتختلف والافكار بتختلف والبيئه بتختلف والثقافه ايضا والوضع الاجتماعي ممكن يكون لاي فرد والاخر. انا سعدت بكم جدا استاذ اشرف محجوب واستاذ عماد الدين انصاري. لو في زمن تحايا أخيرة لكم للمستمعين، الإذاعات اللي بتقوموا بالتقديم من خلالها في العمل الإعلامي، تفضل شوف. ختام التحايا، يعني أنا بحيي أول شيء إعلام الشرطة السودانية كلهم، وبحيي الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في الشرطة وإذاعة الساهرون على وجه الخصوص، الزملاء والزميلات في إذاعة الساهرون، بحييكم كلكم وبقول لكم يا أخي سعيد إني معاكم وبيكم. بحيي مستمعي ساهرون الإذاعة في كل مكان. وبحيي أهلي الطيبين المتواجدين في الولاية الشمالية وفي ولاية الجزيرة وفي ولاية سنار والأسرة هنا في الخرطوم، وأحيي زملائي ورفقائي في النيل الأزرق، الولاية والإذاعة والتلفزيون كلهم. أنا بحييهم عبر الشاشة الأجمل، شاشة الشروق. إن شاء الله كل تحية تصل بإذن الله. أستاذ عماد. طيب أنا أحيي كل الزملاء في إذاعات الإف إم، نبدأها بساهرون اللي هي كانت الانطلاقة، إذاعتها والسودان، وحاليا جميع الزملاء في إذاعة بلادي. تحية للأهل داخل وخارج السودان، كل الأصدقاء. نعم، اليوم كل تحايا، بشكركم جدا، شرفتوني اليوم في برنامج في الموعد، شكرا لكم كثير، وان شاء الله دائما موفقين، وان شاء الله كل التحايا طبعا لكل مستمعيكم على امتداد الوطن. بشكر مشاهدينا في كل مكان، تابعونا اليوم في حلقتنا وحديثنا عن الاذاعه والعمل الاذاعي اللي عنده سحره الخاص لكل مستمع هو عاشق للراديو والاذاعات المختلفه. لحد ما الاقيكم في حلقه جديده، في امان الله وحفظه.